بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم فضل الله سبحانه وتعالى جمعة 2/3/2018، عقب ما صلينا صلاة الجمعة أكل هذا الشكر، كان عندي بإعزاز فضل الله سبحانه وتعالى والدي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى قلبي ربع اليوم 70 ديوان المسجد، إن شاء الله بإذن الله راح نوزع قلب عليهم إخوان عزيزين. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه للبيت بس. جزاك الله خير ابو ناصر، زيدك من نعيمه ان شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ابو ناصر، هذا شنو؟ البا جزاك الله خير، بتميز العوارض. الله يبارك. البا عرضيه هذه؟ نعم نعم. والله والنعم. ابو ناصر كنت تجيب لنا ما شاء الله لبن. نعم. يعني انا شربت كل منطقه بس نفس المعزه ولا غيرها؟ نعم نفس المعزه العربيه، معزه عربيه بارك الله. العربيه العربيه بعد له حليب والبا. نعم نعم ما شاء نعم الله. نعم. والله بارك ما شاء الله، البا هاي صراحه طيبه. جزاك الله خير. اقولها مو مكوناتها، حتى اللي مسويها طيب. ما عليك زود زاك. نعم. هذا انتاج معزه العربيه بارك الله يبارك لك فيها ان شاء الله. سهل مبارك. عطيه شكر. نعم لازم شويه بارك الله. نعم ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله خوش البه. جزاك الله العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. زعفران فيها بعد. نعم زعفران. زعفران ها. نعم وهي طال عمرك. لا طيب طيب ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الرحمن براد. جزاك الله يزيد خير. الله يزيدها خير ان شاء الله. عندي كلمه بس. ما شاء الله الماعز العاضي يمتاز طبعا بالحليب. نعم. مثل ما بالابل اللي يسمونه المجاهيم افضل لبن. نعم. العاضي هم يمتاز باللبن، وهذه اللي طيبه ما شاء الله من مناصر. جزاك الله خير. سهل مبارك. الله يبارك بخيرك عزيزي ابو خالد. جزاك الله خير يا ابو ناصر. هلا ابو زايد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اللي طيبه يا ابو ناصر. هلا ابو خالد. بارك الله في رزقك. اياكم الله. سهل مبارك. ابو ناصر شنو مكونات هاللبة؟ هذه مكونات تبارك الله فيك زعفران وهيل وشويه شكر. ما فيها بيض والعلبة الاصلي هذه العلبة الاصلي. ان شاء الله سبحانه وتعالى يبارك لكم ان شاء الله فيها ان شاء الله ويسر لنا ان شاء الله. بدون مبالغه هاي ثاني واحد اخذها مقارنه في الغنم اللي عندنا صراحه البطيبه ما شاء الله. نعم. والعوارض يختلفون عن باقي الغنم. صحيح. حليبها هدوءها تسمع وتفهم فيها ذكاء اشد من الشوام الاخر. الله يبارك لك عزيزي ابو محمد. جزاك الله خير. الله يرحمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ناصر المهاني.